نروح لكرة القدم العالمية ومحترفين خارج الدول المصرية أو الدولة المصرية. المحترف الدولي المصري طبعا عمر المرموش خرج من حسابات فريق انتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة برلين الاسكتلندي. المقررة طبعا اليوم الخميس في الجولة الأخيرة لدوري المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي. وأعلن دينو تومولر مدرب فرانكفورت قائمة فريقه لخوض لقاء برايدن، واللي خلت من اسم عمر المرموش والتونسي إلياس خيري بسبب الإصابة. وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن إصابة مرموش بنزلة برد حادة أبعدته عن مباراة برايدن التي ستقام في اسكتلندا. ويغيب مرموش أيضا عن لقاء برلين وليفركوزن، طبعا باير ليفركوزن زي ما أنتم عارفين يوم الحد المقبل في الدوري الألماني بسبب تراكم البطاقات الصفراء. يعني هو عنده دور برد وهيغيب عن ماتش باير ليفركوزن عشان تراكم البطاقات الصفراء عفوا. وتألق مرموش في لقاء بايرن ميونخ اللي فاز به فرانكفورت بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية في الدوري بعد ما سجل هدف وصنع هدفين لزملائه. هي محترف ماشي بخطة كويسة جدا، محترف بيزيد في الدوري الألماني اللي هو من أقوى دوريات العالم، الدوري اللي فيه بايرن ميونخ اللي دايما بينافس في بطوله دوري ابطال اوروبا، وبيعمل نتيجه قويه على بايرن ميونخ وبيحرز اهداف في بايرن ميونخ، فلاعيب كبير جدا لازم نسلط الضوء عليه شويه اكتر من كده. والوكيل بتاعه لازم يشتغل على ان المرحله اللي بعد كده تبقى قويه جدا، لانه عامل رد فعل عالي جدا في الدوري الالماني، عامل رد فعل في نادي مش من انديه القمه في الدوري الالماني، واسم كبير في الدوري الالماني دلوقتي، وبيلعب قصاد اسماء كبيره جدا جدا جدا.